شايفتني؟ أكيد. إيه؟ سارة ولا سارة؟ هلو يس يو يو. هلا والله. لو سمحت عندك شغل اليوم؟ يس. يعني أكيد تحتاج قلم وورق وكذا صح؟ شوف القلم هذا ما يحتاج ورق، يحتاج إنه تن. أوبا. أي شيء تكتبه بخط يدك يترجم لك إياه إلى تكست. من لحاله. أنا حجرب أكتب اسمك بخطي الوحش ده. كم مرة تشحن جوالك اليوم؟ أوه عد وغلط ثلاث مرات. والله دحين بشحنه كمان. يعني أشحن مرة واحدة وخلاص وانسى. لا ده ممتاز. مستحيل في نص ساعة. إذا عندك أي جهاز ثاني ممكن تحطه هنا ويشحن لك يا وايد. باور بانك هذا مو جوال صار. لا خلاص بيجي كتشوف. يشحن يشحن. حلو الفكرة دي والله. في ثلاثة كاميرات، مو واحدة. في كاميرا حقت الوايد، في كاميرا حقت الزوم، وفي كاميرا عادية. البرو كأنها كاميرا بروفيشنال. واحدة 16 ميجا بكسل، واحدة 12، واحدة 12. ما شاء الله. وحتى الكاميرا الأمنية ممكن تتحكم بنفس المزايا، ما يحتاج تساعد يدك ترى، بس خليها وايد وحتاخذ لك أحلى الصورة. طب سيلفي أنا وأنت. ممكن تعمل مونتاج مع برودكشن ساوند افكتس مع تكست، ممكن ترسم على الفيديو، ممكن تعمل افكتس على الفيديو. يعني بساعدني بسرعة المحتوى يعني. النوت 10 اقوى سمارت فون الان والله جوال مو طبيعي. اسمع مع الراتب ناخذ والله انتهى.